اهلا وسهلا، كنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الناس اللي كتصل بيا من بعيد ولا اللي كتجي لعندي وكتبغي تعرف المساج ديال بومزوي، انا غنوريكم الطريقه على الابن ديالي. مثلا جا عندي وعمل الحصه او جات عندي وعملت واحد الحصص وحسوا بتحسن وبخير، يعني كيرجع. وعلى بالناش كيرجع؟ كيرجع من العصاب، كيرجع من اكل الخطا فقصة، يعني هو ما غاديش يرجع كيف ما كان في الاول. الحمد لله احنا قطعنا وعملنا حجامه وعملنا حصص، يعني راه غادي يرجع غير رجع خفيف. نتمنى لكم الشفاء. الطريقه هذه سهله، الخباط يعني واحد العرق كيعمر. احنا كنخدموا للاسف ترسات لي القله. الصراحه مني كتملاس وكتعود بحال هكا قديمه كتكون الخدمه ديالها خفيفه وزوينه. كنعملوا زيت الزيتون على السره او اي زيت المساج، انا كنفضل زيت الزيتون منسم باعشاب على معده فارغه. وكنبدا نخدم بالكيسان او بالقله، يعني هذه الطريقه انا كنوريكم كيفاش. انتم كنحاولوا نوزعوا الوليد ما عرفش في الاول، كان غادي نوريكم. كنحاولوا نوزعوا العرق، يعني داك الدم اللي كيكون متراكم لينا او مجموع في داك العرق كنحاولوا نوزعوه. يعني الشخص ملي غيجي الوجع ما يتخلع ما والو. الحمد لله حنا قطعنا وعملنا لي حصص. كيف يجيك الوجع؟ الناس على الظهر ديالي، نحاول نهز رجليات الفوق ديالي، من بعد واحد 5 دقائق من بعد نهبط القدمين ديالي او السيقان ديالي. علاش؟ باش نعاونوا تدفق الدم يطلع للدماغ والاكسجين. كندير واحد المساج خفيف على هكا، وضروري ناخذ الكرويه او الكامون او القزبر حبوب اي وقت. مثلا الافضل هو انني كنفيق في الصباح نعمل حركات رياضيه، يعني ناخذ واحد راس المعلقه مع مراش من قزبر حبوب، اولا نهز لي غيهز ديال الاصابع ديالي الاثنين او الثلاثه، عفوا او ثلاثه الاصابع، ما درتش على اختكم نعيمه راني عييت. الله يحفظكم، ما كنبغيش نساكم وسمحوا لي، حيت بزاف الناس طلبوا مني اختي نعيمه ما بقيتش تغيبي، كتفيدينا بهذه الوصفات الله يحفظكم. هنا غنحاول، علاش كندير القله؟ باش كنحاول نفرق ما بين ذوك الامعاء او نعطيهم واحد المسافه فين يدخل الهواء ويدور الدوره الدمويه، لان ما تبقاش الكريشه صامته. ردوا البال، نحاولوا نشربوا، نبعدوا على الماء البارد، نبعدوا على الكلاص، نبعدوا على المناضة، على الحاجه اللي بارده، باش ما نزيدوش الطين بالله، يعني الامعاء معصبين ونزيدوا. ضروري خوتي العلك باش نعاونوا البكتيريا النافعه، العلك او الصبغ العربي، راس المعلقه مع مرش يكون مطحون ونخلطوه مع ماء او ياغورت مسوس باش نعاونوا البكتيريا النافعه. هنا كنوريكم الصوره المصغره للامعاء كيلصقوا. بزاف اخوتي الحالات جاوا عندي، تحيه للناس الجاليه المغربيه اللي ما نساونيش، اللي جاوا لعندي في هذه العطله، وسبحان الله العظيم المجيه ديالهم وحق الله العظيم خير وكثير. علاش؟ لان حسيت بان خدمت لهم داك العام، وهذا العام الرجوع ديالهم تثبت بانني عزيزه. ملي كيجيو لعندي المتابعين ديالي اللي فايت جاوا عاودوا رجعوا، كنفرح، كنعرف انني يعني هذا الامر كيعجبني. عفانا عفاكم الله، جاوا عندي مرحبا بهم. هنا كنوريكم الصوره المصغره، الامعاء كيلصقوا. ردوا البال، الناس اللي كيعانوا من الامعاء لاصقه او الظهر او الضلوع مغوصين، ما ياكلوش ليا شي حاجه اللي ثقيله بحال الكفته ممنوع، الوجبات الغليظه لا، يعني السمينه المدمه. ناخذ القرعه الحمراء نديروا حساء، انا كناخذ قرعه صاينه، كناخذها بالبذور، عفوا سمحوا لي، كناخذها بالبذور ديالها. علاش؟ حيت كناخذها هكاك مكوره، كنستافد من البذور ديالها وكنستافد منها هي كامله. طب القشر من لحوش القشر، مخيره القرعه كترمم لينا الامعاء. البارح حطيت لكم فيديو على القاطونه خوتي، انا خديتها كناخذوا معلقه وكنكب عليها الماء، مجرد ما تكاثر لينا هي بحال برشاد او بحال حبوب الشيه، كتلق داك الجيلاتين ديالها. هذيك مخيره، خذوها راه تنفعكم. هنايا حاولت ما امكن ان نعمل، حتى هنا وليت كندير حجامه على المسارات ديال المعده. كاين اللي عنده خوتي ما عندوش بومزو ولا كاين عنده فم المعده مسدود. والقدمين اخوتي ما نساوش القدمين، نريحوهم، لان لا ريحنا القدمين ريحنا الجهاز الهضمي. هنا فين كنحط يديا، كاين بزاف الناس اللي عندهم تماكين ما وصلش الدم،
ضروري كنشوفو الطليعات وكنشوفوه من المعده كي اللي كنلقاه بحال الحبل فايته فيه خلعه او لا عنده التهاب المعده معصبه اخوتي الخروب غينفعكم. الماكل البيت ممنوع، نحاولوا ما امكن نشربوا الماء ديال الخابيه راه حي. نبعدوا الحاجه البيتة واخا تكون كما كان كما كانت شكلها صافي كلينا الله يجعل البركه. ما عدا الخبز لانه خالي يعني ناشف من الماء، هذاك الخبز واخا يبقى 3 ايام معليش. الخميره الحامضه، الناس اللي ضعافوا سمان ممكن نعطيكم حلقه كيفاش ان شاء الله نديروا الاستفراغ او لا كيفاش نديروا التنظيف الجريه مزيان. علاش؟ باش ننقوا الجهاز الهضمي باش نستعدوا بحول الله. ردوا البال اللي بغات تعمل جريه او بغات تعمل مثلا كل واش تيسميها ديتوكس ولا شي حاجه، مازال الاستفراغ عادي. الا بغينا نشربوا شي حاجه باش نغسلوا الامعاء ما نديروهاش في الحال بارد باش ما نتصابوش بالبرد في الامعاء او جروح في الامعاء. سمعتوني اخوتي، حيت الا تصابينا بالجروح في الامعاء او البرد يعني ما غاديش نستافدوا. شحال من اخت كريمه كتقول لي اختي نعيمه درت الحكين او درت الجريه او الزري كل واش تيسميه، ولكن ما خديتش صحتي لان ربما درته في الحال بارد. لا حال بارد لا، ما نقدروا نديروا حتى شي حاجه في الصيف مزيان افضل بكثير يعني ما بين الخريف وفي الصيف والخريف ملي كيدخل دار الحر لا صافي نحبس، لان اخوتي كل حاجه وعندها وقت. هنا حاولت ما امكن نعمل النحاس، النحاس اخوتي كيريح الصراحه. هنا غادي نعمل النحاس، النحاس راه الناس اللي جاوا لعندي راه ممكن يكتبوا في التعليق كيفاش تيحسوا. الصراحه مريح يعني تيحيد لنا الطاقه السلبيه، تيجر ديك الطاقه السلبيه، وحتى اللي دخل عندي للمركز ديالي ما تيسخاش يخرج. وماشي غير المركز ديالي، تحيه الناس ديال المجموعه ديالي كامله، المجموعه الخضراء اللي كاينه بمدينه الدار البيضاء وكاينه على المغرب كامل وكاين حتى خارج المغرب. كل شيء عندهم النحاس، كنا كنخدموا بالنحاس وكنخدموا بالطين باش الجسم يستافد. لان ملي هانتوما شوفوا خصوصا ملي كنخدم القدمين بالنحاس تماك فين كنخدم تماك عندنا المصرع الكبير. يعني القدمين نحاولوا ما امكن نعملوا مساج، ناخذوا بانيو ديال الماء نديروا مليحه، نديروا وريقه الكاليبتوس، نديروا شويه الخل، خل التفاح ولا خل عادي، نديروا معلقات ولا جوج بيكربونات. خل التفاح يحيد لينا السموم، بيكربونات غادي نشطونا الدوره الدمويه، الكاليبتوس غير كينسم. بغيتو شي زيت مبغيتوش بلاش، كنرنقعو القدمين ديالنا يعني. عندنا بانيو ديال المساج مرحبا، ما عندناش بلاش. من بعد كنزولو رجيلاتنا من داك البانيو وكنمسحوه مزيان 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 وكندهنوه بزيت الزيتون، كنعملو واحد المساج خفيف. تخيلوا معايا غتنعسو بلا ما تحلمو، توكلوا على الله، تقراو القران ما تيسر من الذكر الحكيم وتنعسو. انا غادي نزول الكؤوس لان الوليد ما محتاج، ولكن كنحاول ما امكن نريحو. ما كنبغيش نصور على الكليان ديالي والمتابعين ديالي، لا كنصور على الاطفال ديالي على الزوج على العائله ديالي. الكليان ديالي كنخدم معاهم، فلا كيكون عندي الزحام خصني كل واحد نعطيه وقته. بلا ما نطول عليكم، نتمنى لكم التيسير وراحه البال، وما تنساوش من لي لايك جزاكم الله الف خير. واخا انا تعطلت عليكم ولكن نتوما راكم في القلب كما نتوما كتفكروني وبغيتوني اني نرجع معكم من جديد. الصراحه ما كنسخاش بالقناه يعني راه الله لي عالم صافي. دابا يالله من صوتي تعرفوني عيانه، كنسالي الكليان ديالي، كنعطيكم شويه من داكشي اللي كيدوز عندي في النهار. يعني غالبا تنخدم نزول الرحم بومزوي، نزول الرحم بومزوي، حتى ما كانش بومزوي تيكون مشاكل الامعاء يعني البرد ولا القبض الامساك. المهم تبعوا لي الفيديو حتى الاخر ان شاء الله، ونتمنى لكم التيسير. وان شاء الله الى عجبكم الفيديو وشفت الفيديو طلع بحول الله، علاش لا نعطيكم وصفه ديال تنظيف القولون اللي ناجحه وامن باذن الواحد الاحد. يلا تبقوا على خير.
هنايا نسيت ما شاركت ما شرحت لكمش هذه النقطه مهمه للناس اللي عندهم الخلع واللي عندهم مشاكل قولون. نقطه ال 4 اللي ما بين السبب والابهام حتى هي كنحجموها او لا كندلكوها، يعني اللي ما قدرش يحجم ما حدا حتى شي معالج ممكن ان يحط نقطه زيت الزيتون على ما بين الابهام والسبابه ويعمل واحد الماساج، راه ان شاء الله مريح. خليت لكم الراحه والصحه ان شاء الله.